ولتطورات الأحداث في الشمال السوري، انضم إلينا عبر الهاتف من ولاية أورفا على الحدود السورية التركية راكان الخضر الكاتب والمحلل السياسي. سيد راكان، مرحبا بكم. يعني الجيشان، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بكم سيد راكان. الجيش التركي بالإضافة إلى الجيش الوطني السوري يقولان إنهما سيطرا على 42 قرية في تل أبيض ورأس العين، لكن ما أهمية هذا التقدم؟ ماذا تعني السيطرة على هاتين المنطقتين خصوصا منطقة تل أبيض؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الحبيب. أضف إلى معلوماتك أن 56 قرية ومركز بلدة ومدينة أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من الجيش التركي. نعم. وأيضا أضف أنه تم الإعلان عن تحرير مدينة تل أبيض بالكامل. نعم. مدينة تل أبيض وما حولها بالكامل. نعم. تأتي أهمية السيطرة على هاتين المنطقتين الكبيرتين تل أبيض ورأس العين السوريتين في أنها حالة دون قيام دويلة إثنية توسعية تزرع في خاصرة الأمة كما زرع الكيان الصهيوني في قلب الأمة. نعم سيد راكان، هناك أنباء تتحدث عن سيطرة الجيش التركي على مخيم عين عيسى الذي يضم بطبيعة الحال كما تعرفون عوائل تنظيم الدولة، لكن في وقت يقول البعض أن ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية تحاول استغلال هذا الملف لتحريك الرأي العام ضد عملية نبع السلام، ما هو ردكم على ذلك؟ طبعا سيدي الكريم، في عملية مضبوطة تم السيطرة على منطقة عين عيسى، لكن حاولت للأسف الشديد عصابات قنديل أن تجعل منها قضية دولية، وحاولت أن أو هربت بعض العوائل لتقول بأن الجيش التركي والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا أنهم يحاولون إخراج الدواعش وإحداث بلبلة في المنطقة. خلط الأوراق يعني. نعم، خلط الأوراق. في محاولة من هذه العصابات لخلط الأوراق في المنطقة والإيحاء للمجتمع الدولي أنهم هم الضامن لهذا الأمر. هناك تعاون بين ميليشيا سوريا الديمقراطية ونظام الأسد. إذا كانت يعني ميليشيا سوريا الديمقراطية فعلا صاحبة مشروع سوري كما تقول، لماذا لم تتخذ موقفا من جرائم الأسد؟ لماذا أيضا عملت على عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق التي تسيطر عليها؟ سيدي، كما هو معروف لدى الشارع السوري أن الشارع الكردي، طبعا نحن الأكراد أخوة لنا وهم مكون أصيل من الشعب السوري ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وقد تشاركنا الثورة السورية، وأثناء الثورة السورية كانت هناك أكثر من جمعة، أول جمعة سميت بجمعة آزادي أي الحرية، وأيضا جمعة باسم الشهيد مشعل تمو، كان الشارع التركي منخرط. نعم سيد راكان، آسف للمقاطعة، ولكن في خبر عاجل وردنا توا، القوات التركية والجيش السوري الوطني يعلنان السيطرة على مدينة تل أبيض. دعنا نتحدث هنا سيد راكان عن مشروعية التدخل التركي بمساعدة طبعا الجيش الوطني السوري، لماذا هذه الجلبة المثارة لا سيما أن العملية تستهدف ميليشيات تريد تقسيم البلاد؟ ما رأي سكان هذه المناطق بهذا التدخل؟ ما الذي سيغيره في الحالة السورية سيد راكان؟ عملية نبع السلام سيدي الكريم هي مطلب وطني سوري، نعم، تكاد أن ترقى أيضا إلى مطلب قومي عربي، لأن هذه العملية كما أسلفت القول حالة دون اقتطاع جزء عزيز وغالي على قلوبنا من سوريا وإنشاء دولة إثنية توسعية لا تختلف كثيرا عن الكيان الصهيوني في أهدافها. طيب سيد راكان، بعد السيطرة على مدينة تل أبيض ماذا بعد ذلك؟ ما المتوقع بعد ذلك؟
سيدي الكريم، الخطة تسير كما هو كما هي موضوعة من قبل الاختصاصيين خاصة العسكر. نعم. فستسير الأمور إلى أن تتحقق نهاية العملية في السيطرة على من 30 إلى 32 كيلومتر في العمق. نعم. السوري على امتداد أكثر من 120 كيلومتر من ولاية أورفا على الحدود السورية التركية. راكان الخضر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.